السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده وبخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير. اليوم ما شاء الله شوفوا خيرات الله، شت الله يعطيه لنا على قد النفع يا سيدي ربي، الله يعطيه لنا على قد النفع. جيت ان شاء الله اليوم لهذا المحل. هذا المحل انا كنت كنسمع هوم سينس، كنسمعو غي في كندا، وجيت لهنايا بقيت كنقلب حتى بان ليا حل هنايا في روكفيل. دابا ان شاء الله غادي ننزل نوري لكم نديرو فيه واحد الجوله ان شاء الله، علاش لا، نمشيو نشوفو بعدا كيفاش داير. انا اول مره غادي نشيلو، ماشي في المركزات الاخرين ديجا كنزايرهم. هذاك حتى هو مكلف بالاثاث، ومهم دي بري. انا كنشوف الناس الاخوات اللي دايرين اليوتيوب في كندا كيهضروا عليه انه زوين والاثمنه ديالو مناسبه، وكيجيب بزاف ديال المسائل. هانتوما شتي فين كاين هو، هادو هما الدول اللي كاين فيه، هما هادو شفتو. غادي ندخلو ان شاء الله وغادي نشوفو نزورو كاملين ان شاء الله ونشوفو شنو فيه. كما قلت لكم سبق وقلت لكم، هو راه انا نورمالمون كنت كنقلب ديجا في جوجل على ود سميتو، على ود لادريس ديالو، ما كنتش كنلقاها كاع في الحقيقه، ما كانش عندنا. ولكن الحمد لله مؤخرا شفتو انا في الانستغرام داروا واحد لي بوبليسيتي بانه غادي يتحل، والله الا فرحت عجبني الحال، لحقاش فيه دي تروك زوينين وفيه دي زارتيكل ديال الكوزينه زوينين على حسب داكشي اللي كنشوف انايا الاخوات كيحطوا كيتقضوا منه اللي في كندا، كيتقضوا منه وكيحطوا دي تروك زوينين اثمنه مناسبه. المهم انا غادي ندير معكم جوله وغادي تشوفوا الاثمنه واش بين لكم ريزونابل ولا بين لكم طالعه شي شويه ولا. مهم انا دي بري عجبوني، علاش؟ لان كاين بزاف ديال الحويجات هنايا ما كنلقاهمش بلايص اخرين، ومثلا هنا كتلقى تقدر دير سيغي كامل من واحد النوع ديال الماعان ولا. المهم انا هذا عجبني. المهم انتم تشوفوا معايا جوله هنايا وتقارنوا الاثمنه، الناس اللي هنا والناس اللي تبارك الله في المغرب، راه ما شاء الله راه كلشي كيوصل، كلشي كيكون، كلشي كيجي. راه ايكيا ما شاء الله حتى هي فيها ما فيها، كيتيا فيها ما فيها، والناس دابا المتاجر هكا ديال المتاجر كبرى ولا المتاجر هكا العاديين ديال الاواني راه ولاو كيدخلوا ما شاء الله داكشي ديال تركيا وداكشي ديال، كيوصل كلشي لبرا. انا شفت ما شاء الله كلشي واصل لبرا، ديال برا كلشي واصل للمغرب زعما. صافي هادشي اللي كيبقى غير الاثمنه اللي شي شويه كتختلف، كاين اثمنه طالعه كاين اثمنه نازله، سورتو هادشي ديال لامبورطاسيون كيكون شويه طالع راكم عارفين. انا هادو شوفوا شحال وانا كنقلب عليهم، هادو كنقلب انا غير على لي فورشيت هكا بوحدهم غير الحلوه هكا لي طاق في عيد الميلاد ولا في مناسبات ولا. شوفوا شحال الفنه هذيك، ولكن ما كنلقاش، كنلقى سيري كامل ديال الكيس ديال ميري انا مالي ديال سميتو ديال المعالق والفراشط والماس دقه وحده. ولكن هادو هانتوما كما قلت لكم بعض الاحيان كتلقى شي حويجات فشي بلايص ما كتلقايش بلايص اخرين. هذا شوفوا هاد السيرفيس كامل بالنسبه للتليفات، الكيسان هادو راه كاينين في كراتن غير هما كيحطوا هكا شويه شويه باش يكونوا قدام دايرين الناس يشوفوا. هادي شوف كاغي، انا ما عمري صادفتها كاغيه، كنصادفها مديوره وصغيوره ولا كبيره ولا غوند. هادي كاريه زويونه حتى الاثمنه، انا بانوا لي الاثمنه غير زونا بالصراحه، ما كاينش ثمن خيالي ولكن مهم اثمنه زوينين. شوفوا هادي ديال الكوزينه كيسان، انا عندي مشكل بعدا في الكيسان ديال العصير ما كنلقاهمش، داكشي اللي بغيت ما كنلقاش، كنلقاهم هي بويد سامبل ما كنلقاش فيهم شي حاجه. شوفوا هادو راه فحالهم كيتباعوا في المغرب، غير هما كيكونوا خميسات ولا كيكونوا هكا. هادو يعجبوني هاد الشكل، هادو والله الا فنين بحال الشكل هادو كيتباعوا في المغرب الصراحه. انتما شي الكيسه اللي كنلقى غير كيسان بويض. هادو راهم ديال النحاس، يمكن نوعيه من فرنسا، هادوك ماد ان فرانس على ما اظن. هادو غزالين الخص، هادو الخص والقزبر معدنوس، غير خذهم قد ما كان الثمن ديالهم. ولا لا كنتو كتغسلوا الدسير، الا كنتو كتغسلوا الدسير عاد قبل كديروه في الثلاجه، هادوك راهم كيصلحوا مخيرين، كيخليو ما كيخسرش الخضره، ما كتخسرش زعما الدسير ولا النعناع ولا الخوص ولا القزبر معدنوس. انا جربتهم فيهم هاد البلاصه بالنسبه لدوك المطابعات الحلوه ودوك هكا القورطات ديال الكب كيك.
هادو عجبوني، هادو انا بغيتهم الفرماج. عندي انا واحد الطبق في داك اللون نيت نحاسي بحال هكا طويل هو نحاسي، حطوا فيه الفرماج وديك الشيء. شوفوا هادي شحال فنين، شتي كي كيماغيو لك هما، كيحطوا كيماغيو لك اللوينات والشكيلات وكيقربوا لك شويه، كيقربوا لك شويه الفكره. هادي ديال البيض كبيره، شوفوا غزاله، شتي هادي، شوف هادي انا ما عمري لقيتها قد هكا، كنلقاهم صغار. وعندي في الدار وحده خديتها صغيره، ولكن ما كتهش لك مثلا 30 بيضه ولا كتهش، كتبقى ديما نص في الثلاجه ونص في باطه ونص. هادو ديال الماس، هادو كانوا جابوهم ديجا في ليدل على ما اظن نفس الثمن تقريبا، يعني كما قلت لكم هادو منظمات ديال الثلاجه. هادو ديال لي ساشي ديال عزكم الله ديال تراش ديال بوبيل، هادو حتى هما دخصني وحده غادي ناخذها باش نكمل بها واحد البليصه الفوق في الكوزينه عندي ديال الطباصل، بقات لي خاويه. مازال ان شاء الله نوريكم تغييرات بسيطه في المطبخ وكتجديدات بوسائل بسيطه، بمسائل عاديه، غير الانسان ماشي ضروري يكون داكشي كما كنصبح وكنقول لكم ديما يكون داكشي غالي ولا يكون باين ولا شي حاجه دو لوكس ولا اللي دار اللي دارت الاخرى غنديرها انا ولا نو. داكشي كيبقى كيرجع ليك، اي حاجه درتيها انتيا بالقدرات ديالك وبالتفكير ديالك وبالمجهود ديالك راه كيبقى كيخصك انتيا في المطبخ ديالك ولا في الدار ديالك ولا حتى في اللباس ديالك. ماشي ضروري انا ندير درت وحده هذه انا غندير في حالها، اولا الاخرى غادي نتقاتل انا باش غادي نمشي نبيع اللي ليا واللي عليا باش نفرش واحد الفراش اللي دارته فلانه، ولا نجيب شي نوع ديال الاواني اللي غاليه لحقاش فلانه دارته اولا. لا هذا مساله كتبقى شي هاد اليوتيوب، ماشي انا دابا اكتشفته انا واخا دخلت جديده فيه، اكتشفت ان ماشي ضروري نقلد واحد الشخص اولا ضروري داكشي اللي عندها نديرو حتى انا. بالعكس تقدري تمشي تطيغي واحد 100 درهم في جيبك وتخرجي تقضي معناتها غير 5 دراهم وتقدري تولي الكوزينه وترجع احسن من وحده خرجات المكازا وشرات وكشي، كتبقى اذواق وصافي. ماشي مساله فلوس ولا هذيك لاباس عليها ولا هذيك عندها انا ما عنديش، بالعكس الحمد لله عندنا كل خير، اللهم لك الحمد، كاينه الصحه كاينه العافيه كاين الوليدات كاين الامان ان شاء الله في الله، كلشي ان شاء الله كيتقاد وكلشي كيتصاوب، غير شويه ديال الصبر مع شويه ديال المجهود العضلي والمجهود العقلي والمجهود كلشي ما شاء الله كلشي كيدوز. هذا الشيء اللي كاين، انا بغيت غير نختصر لكم فكرتي انا في الحياه كيفاش كناخذها، ماشي ضروري نتعلق في نتفلق اولا ناخذ شي حاجه اللي دو لوكس كلاس ونبقى انا وحله ما عنديش شنو نزيد عليها لانني صافي ما بقى عندي والو. بالعكس غادي ناخذ دي تروك اللي انا محتاجاهم وراضيه عليهم وعارفاهم انهم غادي يولموني في المطبخ ديالي اولا في بيت النعاس ديالي اولا في الصاله ديالي، صافي عليا انني ناخذهم ونمشي نحطهم بالذوق ديالي بالطريقه ديالي. الاذواق تختلف والاراء تختلف، يقدر واحد الانسان يقول لك ما عجبتنيش هذيك تما، بالعكس كتحتار من الراي ديالو، ولكن في نفس الوقت الا انت مقتنع بها وعجبك في ديك المكان ما تغيرهاش، بالعكس صافي عجباتك انت ديرها انت، عجباتك خليها. الاراء مزيان الانسان يقول لك الراي ديالو، وبعض الاحيان كيكون الراي ديال الاخر صائب، يقدر يقول لك مثلا هذيك ما جاتش تما كتغيرها كتولي احسن. بالعكس الانسان ياخذ كل حاجه بروح كما كنقولوا بروح رياضيه. ايوا بهذه المناسبه ان شاء الله كنبغي نهني الشعب المغربي الحبيب، والله القسم واحد الاحساس غزال، احساس رائع، الحمد لله والشكر لله، زعما شرفوا الرايه المغربيه وشرفوا الشعب المغربي وهزوا بالرايه في العالم كامل، لان تقريب الكلمه ديال المغرب موروكو المغرب ماروك راها في العالم كامل سبحان الله. الله ينجحهم ان شاء الله والله يوفقهم للجايات ان شاء الله، وعلاش ما يكونش لا كوب دي موند مغربي 100%، ولا بغينا نقولوا ماشي مغربي عربي 100%، علاش لا ان شاء الله باذن الله والحمد لله احنا كنا خوت، ونتمنوا ان شاء الله النجاح والتوفيق يا ربي. صافي كما شفتوا انا كندخل لكم شكلي في العكلي، انا كنت باغا نقول هذه الكلمه في الاول الصراحه ولكن دابا لحقاش انا كندير المونتاج ما كتشوفوني انا ما كنهضرش في الفيديو، علاش لحقاش كيكون الصداع كتكون موسيقى ما دخلاش، نقدر هذيك الموسيقى تكون لي كوبي رايت يمشي ليا الفيديو. انا وقعت في هذه المشاكل بزاف وما عنديش خبره وما كنلقاش اللي نورمالمون قليل اللي كينصحك، ماشي كلشي كينصحك قليل قليل. مهم كنحاول ما امكن ما نديرش المونتاج وانا كندور في المجازات، ربعه الاحيان كنبدا نهضر وكنبغي نشرح لكم، ولكن للاسف كيكون الموسيقى، اما حتى الهضره الناس او الصداع هذاك الشيء مساله ماشي مشكل، ولكن اغلب الاحيان كيكونوا دايرين الموسيقى في المحلات، انا هذه
المهم خرجت عليا بزاف داكشي اللي كتشوفوا القناه مازال شويه مراجعه ما بانتش بزاف وداكشي لان كنلقى بزاف ديال المشاكل لا في التصوير لا في الحمد لله التصوير ما عمر شي حد قال لي نو انا الان لان ما كيكونش عندي الوقت واش غنقول لكم بعض المرات حتى كنبدا نصور ما كنتبهش للتليفون بانه مشارجي كيتسقط عليه في النص ديال المهم الحمد لله. المهم انا كنتمنى انكم تدعموني وانكم تشاركوا معايا هاد الفيديوهات مع صحاباتكم ولا مع الخوت ديالكم وعندنا الناس اللي باغيين يستافدوا علاش لا، لان انا كندير هاد النوع ديال الفيديوهات والله العظيم الا كنديرهم بواحد الحب واحد الحرقه. علاش؟ لان حتى انا فاش جيت كما سبق وقلت لكم ما لقيتش بزاف د الحوايج وما لقيتش بزاف د الناس اللي ينصحوني. الحمد لله فهاد الاواخر تعرفت على ناس طيبين وديكشي الحمد لله، ولكن استفدت. ولكن انا الحمد لله المجهود ديالي وكنت كنقلب وكنت كنبحث وكنت كنمشي، ما كانش عندي الطوموبيل كنت كنمشي في الباص، كنت كنمشي تقريبا كان واحد الباص عندنا فري فابور ما كانش كتخلص فيه، كنت كتخلص فيه في الاول، ولكن من بعد ملي جات كورونا صافي من بعد بقى مطلوق. بمعنى قبل ما تكون عندي الطوموبيل كنت كنمشي في الباص كنكتشف وكنعرف، بعض المرات كنتلف بعض المرات كنسول بعض المرات المهم على قد المعرفه ديالي، ولكن كندير مجهود كنعرف وكندير مجهود وكنبغي نقلب وكنبغي نعرف، ما كنجلس في الدار ولا نقول انا خصي حد لي خصو تيوريني شي حد عاد نتحرك او لا خصو يوريني شي حد عاد نمشي لديك البلاصه. بالعكس كنمشي وكنتسارى وكنشوف وكنكتشف، ولا ما عرفتش كنسول، واللي قديت على حاجه كنشريها، اللي ما قديتش عليها ما كنشريهاش ما نزيرش راسي، المهم كنشري على قدي داكشي. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون الميساج ديالي وصل وفهمتوني شنو بغيت نوصل لكم وفهمتوني شنو بغيت نقول لكم. انا لانني ما كناخذ ما كنديرش باعتبار انني ما عنديش راه ما ناخذش ولا عندي غادي ناخذ شي حاجه كثيره فوق القياس نو بالعكس. المهم انا الميساج ديالي بغيت نوصله غير هكا بطريقتي وصافي. المهم نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني ونتمنىكم ان شاء الله تدعموني وتبارطاجيو لي فيديو ديالي ولي لايك ولي كومونتير، حتى هما راهم كيزيدوا من حماس ديالنا وكيزيدوا من الدعم. ونتمنى ان شاء الله ما تخذلونيش. هذا ما كان كما شفتوا الجوله ديالنا ان شاء الله مازال مستمره، لان هاد البلاصه هادي راه فيها كما شفتوا الاتات ديال الدار، فيها الماعن فيها كلشي غير الحوايج اللي ما فيهاش، خاصه هي بداكشي ديال الحمامات كل ما كيخص الدار. المهم انتم كتشوفوا وكتقارنوا الاثمنه وعينكم ميزانكم، ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. وكما سبق وقلت لكم راه كل وحده كتمشي على القد الجهد ديالها. مازال ان شاء الله ندير لكم الدويره في الكوزينه ديالي وغادي تقدروا تاخذوا افكار بسيطه، ماشي شي حاجه كلاس ولا بالعكس، غير افكار بسيطه اللي انا كنحاول من مجهودي الخاص نبتكرها ونديرها ونمشي ونقادها وبشويه عليا، وعجبتني النتيجه في الاخر. ان شاء الله نشاركها معكم وتعطيوني الراي ديالكم، والا بانت لكم شي فكره ما هياش قولوها ليا، والا بانت لكم شي بلاصه شي حاجه محطوطه في شي بليصه قولوها ليا، والا عجبتكم في نفس الوقت قولوها ليا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وخليكم ان شاء الله معايا في هذه الجوله هذه. وغادي نخلي لكم واحد شويه ديال الموسيقى، لان دابا هما هذه البلاصه هذه راها تقريبا فيها كلشي ديال الكريسماس. كتعرفوا ان هذا الكريسماس هذا راه عندهم هو العيد المفضل عندهم في الحياه هو الكريسماس، هي السنه ديالو راكم عارفين الكريسماس راه كيهيئولو على واحد المده، راه كيزينوا هنا البيوت ديالهم بواحد الطريقه خياليه والله القسم. البارح مشيت لواحد البلاصه ما شاء الله فيها واحد ماشي ديور، فيها بحال قلتو قصوره، ولكن قد ما الدار كبيره قد ما هما كيزوقوها اش نقول لكم كيديروها واحد المنظر تبقى غير حل فمك صراحه بالاضواء، بمعنى غير داك الضو اللي كيخسروا داكشي راه فيه خير الله ديال الخسائر. ولكن هما بالعكس هما عندهم احسن حاجه انهم يزينوا الديور ديالهم ويزينوا الجرادي ديالهم بالضو، وهذا داكشي علاش هما كيهتموا بزاف هاد الوقيته هادي. تشوفوا اغلب الالوان واغلب الاشياء ديال الكريسماس هاد الشجر ديالهم كما شفتوا هو كيبيعوا الشجر حي على برا، دابا راه كيكونوا غاديين هازين الشجر كيفكرني بحال الشكل ديال الحولي ديالنا حنا عيد الاضحى، كيتكون عندك واحد الشغف انك تهز الحولي وديرو في الكوفر ولا ديرو في الكروسه تجذب مجارو، وما حتى هما لا ميم شوز كيهزوها ويحطوها الشجره كيديروها فوق السياره ديالهم وكيمشيو بواحد الفرحه ويديو الوليدات انهم يختاروا هذيك البلاصه كيكونوا يبيعوا فيها الشجر بحال الشكل ديال كيكونوا في الفارم في الفيلمات او لا في البلايص اللي كيكونوا هكا ديال كيكونوا كيبيعوا داكشي ديال الورد وبحال الشكل ديال
ديال بلا كنقولوا حنايا بيبينيير فحال داكشي كيحطوا هما ديك الشجره وكيشريوها. والله العظيم عندهم واحد الحب لهاد الشجره فحال ما نعرف شنو. كيديو الوليدات ويختاروا الوليدات كيفرحوا ملي كيهزوا هذيك الشجره ويديروها فوق الطوموبيل كيفرحوا بزاف. ايوا كل واحد والتقاليد ديالو، كل واحد العادات ديالو والدين ديالو، كل دين يحترم. شوفوا هنايا هادو المخده عجبوني بزاف، عجبتني هذه فحال الشكل ديال المبره ومخدومه بداك الصقلي زويونه. هادو عجبوني انا، هذه غنديها لان هذه فيها سنسله تقريبا انا ما عمري صادفتهم، قليل ما عمري صادفتهم فيهم السنسله. وملي كيتوسخوا راكم عارفين كتخشيهم في الماكينه، المهم كيديفورماو، يقدروا يبقاو كما هما، يقدروا يتقطعوا، يقدروا يديفورماو. انا وقعت لي مع جوج مرات، ولكن هنا كما قلت لكم راه اي حاجه وقع فيها شي حاجه وتترجعها كترجعها. كاين اللي كيقبلها منك واخا ما يكونش عندك داك التيكي، وكاين اللي ما كيقبلهاش حتى تكون تيكي اولا ما تكونش فتي واحد المده زمنيه. ولكن اغلب الاوقات كتشد كترد الحاجه الا ما عجباتكش. دابا انا كنت ديتهم ولكن تشنتفوا ليا، رجعتهم لهم واخا ما كانش عندي تيكي، رجعتهم لهم. شوفوا هادو عجبوني، هادو فحال الشكل ديال داك بحال الشكل ديال سميتو داك الطراز العربي. هنا المخدات انا كما سبق وقلت لكم المخاد انا هما اللي كنعتمد عليهم في الديكور ديال الصاله، المخدات ولا ناب ديال الطبله والديكورات اللي كيرافقوا ديك الصاله والريدو، انا هادشي اللي كنعتمد عليه. ممكن تاخد واحد الصوفه اولا الفوتوي اللي كيكون اللون ديالو موحد اوني وكتبقى تلعب على الديكورات، اولا كتلعب على دوك المخدات الديكورات اللي كتحط فوق هذا على حسب الموسم، الخريف الربيع الصيف رمضان العيد، هادشي انا اللي كندير. دابا انا خديت هاد وحده وندمت لي ما خديتش وحده اخرى، ان شاء الله مازال غادي نرجع ناخذ وحده اخرى الا كانت مازاله. خديت هذيك يمكن بشي 15 دولار، هي كانت كدير كثر، راه وريتكم الثمن خديتها. مهم انا عجبتني وفيها دوك راه مني بزاف بحال الشكل ديال ديك الوريضات خارجين. صافي هنا كما شفتوا الجوله ديالي سالات الحمد لله. هذا هو المغازا هانتوما البنات اللي هنايا، واش تقدروا تلقاوه في الولايات كاملين؟ ما كنظنش، لان احنا براسنا يلاه خمسه ولا سته ديال الاماكن اللي كاينين هنايا. نتمنى ان شاء الله الجوله ديالي تكون فاتكم واستفدتوا منها شي شويه، ونتمنى الدعم ديالكم ولي لايك ودخلوا عندي الانستغرام ولي كومونتير، وشكرا بزاف.